تفضل يا محمد. معقولة؟ السلام عليكم، مساء الخير. مساء الخير لقناة الأهلي، مساء الخير للكابتن كبير مصطفى عبدو نجم مصر والوطن العربي، ومساء الخير أيضا لضيفك العزيز أخوي الكبير الكابتن أحمد ناجي. سعيد جدا يا كابتن اليوم بتواجدي معاكم في حلقة ومشاركة الجمهور نتكلم عنك وعن الأيام الحلوة اللي قضيناها مع بعض في قطر، خصوصا لما اشتغلنا في نادي الجيش. للأمانة الكابتن أحمد ناجي لما اشتغلنا مع بعض عمل طفرة كبيرة في نادي الجيش، وعمل نقلة أيضا، ونتكلم نقلة أتكلم أقصد فيها في حراس المرمى. للأمانة كابتن أحمد ناجي على التقنيات الجميلة اللي استخدمها في التدريبات، كانت تقنيات جديدة لي أنا شخصيا كمدير رياضي نادي الجيش لأول مرة أشوفها. طور من حراس المرمى، طور أيضا من أداء حراس المرمى، خصوصا عارف أن حراس المرمى لابد الآن في الوقت الحالي يستخدم كلتا قدمي، وكان الكابتن أحمد ناجي حريص جدا 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 على التقنيات والأساسيات الخاصة بحراس المرمى. ولا شيء ولله الحمد، فوزنا بكاس قطر اللي كان له ذكرى جميلة لنا بنادي الجيش، أول بطولة يفوز بها نادي الجيش كاس قطر، كان الحارس الأول هو أحمد سفيان، لعب المباراة كلها مع الأشواط الإضافية، ووقت ضربات الجزاء تم التغيير باتفاق طبعا الجهاز الفني بالحارس الثاني سعود الخاطر، وكان له دور إيجابي أيضا في ضربات الترجيح. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم دور الكابتن أحمد ناجي في ارتقاء ومستوى حراس المرمى، وكلل النجاح هذا بعد فوزنا بكاس قطر وتتويجنا وصعودنا لكاس آسيا. ولله الحمد عندنا 2 من الحراس تم اختيارهم المنتخب الأول، والحارس أيضا الثالث اللي هو شاهين كواري تم اختيار المنتخب الأولمبي. ففعلا فعلا نقول لك من القلب شكرا كابتن أحمد ناجي، أتمنى أشوفك على خير وأشتغل معك مرة ثانية. هتقول لي إيه الحبيبة أنا كابتن؟ أتمنى أن أشوفه تاني. هو شخصية جميلة أوي. لا لا لا، ودلوقتي هو في اللجنة المنظمة لكأس العالم. أنت فوجئت بك أو طبعا أنتوا شطار جدا ما شاء الله. ده حاجة يوسف، ده بني آدم استثنائي يعني بالنسبة لي شخصية. بقى لي فترة ما بتواصلتش معاه، بس المفاجأة بالنسبة لي ده.